يعيش الرجاء على إيقاع حرب كلامية بين الرئيس الحالي والرئيس السابق في الوقت الذي يطمح المنخرطون فيه لعقد اجتماع عام واستثنائي في أقرب فرصة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة المادية. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا ياسين معرش. أين يسير الرجاء؟ النادي الذي يفتخر المغاربة بإنجازاته القارية والعالمية يواجه مستقبلا غامضا. حرب التصريحات بين الرئيس السابق والرئيس الحالي بودريقة. الرئيس السابق رغم الوصول بالفريق لنهائي مونديال الأندية إلا أن نهاية عهدته كانت كارثية للغاية وساهمت في إدخال الرجاء في أزمة مادية خانقة. النادي لا زال يبحث عن الخروج من الأزمة المادية، ولكن تحقيق ذلك لن يكون بالأمر السهل. عشنا أيضا فصول من الاتهامات والاتهامات المضادة بين الرئيس السابق والرئيس الحالي. المفروض اليوم بعد أن قال الرئيس السابق أنه لن يشوش مجددا على الفريق وأنه لن يتحدث مطلقا عن الرجاء، المفروض في الرئيس الحالي سعيد حسبان ومكتبه المسير أن يتطلعوا إلى الأمام وأن يبحثوا عن الموارد المالية الكفيلة بإخراج الرجاء من النفق المظلم. المنخرطون برلمان الرجاء، نسبة كبيرة من المنخرطين سحبت الثقة في الرئيس سعيد حسبان. المنخرطون يواصلون العمل وتقديم الأفكار والاقتراحات، والمطلب الأساسي هو عقد جمع عام استثنائي لاختيار رئيس جديد. المنخرطون والرؤساء السابقون سيجتمعون من جديد للخروج بحلول تجنب النادي موسما كارثيا جديدا. إن شاء الله غنديروا اجتماع غدا ان شاء الله، جمع طارئ ناخذوا فيه قرار نهائي ان شاء الله باش تكون هاد المستجدات الجديده ان شاء الله اللي غيكون اللي غتكون في المستقبل. وهذا القرار النهائي غتكون معاه بعد ما نقولش شروط باش تكون واضحين، باش غتكون اقتراحات حنا فضل حنا كنقترحوا، واقتراحات اللي غتكون بالاجماع ما بين الإخوان المنخرطين باش إن شاء الله رجاء ترجع المسار ديالها. الموسم على الأبواب، الاستعدادات مع المدرب الجديد خوان كارلوس غاريدو ستنطلق الأسبوع القادم. الانتدابات تتواصل فيما الواقع الإداري تخيم عليه الكثير من علامات الاستفهام. أزمة إدارية تتواصل في الرجاء، حرب كلامية بين الرئيس الحالي والرئيس السابق، مستقبل مظلم ينتظر الفريق الأخضر قبل أيام من انطلاق تحضيرات الموسم الجديد. اسم عرش بين سبورتس، الدار البيضاء.